هي ليه البنات بتروح الحمام مع بعض؟ يعني ايه الاجراء في كده؟ انا ممكن تبقى قاعد في امان الله تلاقي واحده بتقول انا رايح الحمام، التانيه تقول لها خديني معاكي. انت افتكرتي؟ افتكرتي ان انت عايز تخشي الحمام دلوقتي؟ ولا انت ما تعرفيش تخشي من غيرها؟ طيب دي حاله. بالنسبه للحاله التانيه اللي هي تبقى قاعده تقول لك انا رايح الحمام تعالي معايا، ليه؟ هتعمل ايه؟ يعني هي ايه اللي هي هتعمله؟ انا عايز افهم. يا جماعه احنا وصلنا لمرحله ان في ناس ما تعرفش تخش الحمام غير مع بعض، فانا لازم اسال هم الناس دول عايشين ازاي؟ بمعنى في البيت بتعملوا ايه؟ يعني انت لما هي تبقى في بيتها وانت في بيتها انتوا بتعملوا ايه؟ يعني لما تعوزي تخشي الحمام بتعملوا ايه؟ بتكلميها تجيلك وتخشي الحمام سوا؟ ولا بتعملوا حمام فيديو كول؟ ولا انا لازم اعرف. ما انا اصل دي بص ما دي معادله غريبه انا لازم افهمها. ما انا ما فهمتش هفضل اسال كتير، فانتوا جاوبوني. انا ما حدش بيجاوب لحد دلوقتي، ما حدش جاوبني على ولا سؤال، فانتوا جاوبوني يعني.